لازم مدبحين النهارده. يا ابني في ايه؟ اصبر انا ليا دخله معينه لازم ادخلها. النهارده كان عندنا دايره فاضيه فكلمت الفنان ايتو قلت له انا عندي دايره فاضيه ومحتاج اعمل فيها عظمه وشويه حرام. صباح الفل. صباح الجمال والكريستال. قول لي ماشي. دي مش هتبقى دايره فاضيه. قالوا بس هو معذبني معاه بقالي يومين والله. ثلاثة حرام عليك. ينفع كل دوت عشان حته الدايره دي؟ انا مش عارف هو عايز يعمل فيها ايه. هو جايب لي وقال لي انا عايز اعمل حاجه ما اتعملتش. الراجل ده له تخصص دواير. جملة غريبة بس مش مشكلة. قلت له أنا عايزها تبقى مختلفة عن أي دايرة اتعملت قبل كده. فإحنا النهاردة قاعدين مع بعض لحد ما نشوف الدايرة دي هتطلع عظمة ولا مش عظمة. مالي يقول لي إيه؟ توينز لازم يتعمل عندهم حاجة مش معمولة عند حد نهائي. أنا بقى حاطيني في موقف صعب أنا مش عارف أعمل إيه أصلا. مفيش حاجة صعبة عليك صح؟ هو صعب انا مش عارف يعني. بقالنا 3 ايام بنعمل مربع في دايره. مخي جاب دايره ومربع وبعدها هيحصل ايه؟ دايره ومربع وفي كيرف هنا وفي حوار كبير قوي ساعه الفينش. جاهز يا صاحبي؟ يلا بينا. اروح اشرب كوبايه شاي عشان انا رحت الصنايعي دلوقتي واجي لك تاني. عامل ازاي يا جدعان؟ والله شغال معانا من الصبح. اقسم بالله شغال معانا من الصبح. طلع فعلا مهندس. عاجبك الستايل بتاعي؟ انا ستايلش. راح اشرب كوبايه شاي عشان طبعا ما اروحش. خلاص انا هروح اشرب. انا عايز اعمل فن. انا عندي فن. اشرب 20 كوبايه شاي فانا اروح اشربها. تعالوا بقى نشوف الفن ده. عاجبك انت اللي انا فيه ده صح؟ لا زي الفل ما تقلقش. طب انت ايه فاهم حاجه؟ انا لقيت دي بيعمل بيها ايه؟ لا انت هتبوظ لي الشغل. انا بقالي بالظبط اهو يوم شغال فيها. والله ما بوظك. لا ما انت قول لي هتسحب ايه؟ لا ما تبليش فيها مهندس بالله عليك يا جدعان. بص والله العظيم تعبت. يا عم انا ممكن ما اكملهاش واروح عادي. اقعد بقى انت اعملها يلا. قشطه خدني معاك. لو طلع لك كتير خدني معاك. لا اقعد يلا كمل واعملها. سلام عليكم. انا قعدت اعمل كده. اشتغل ورينا بقى تعمل ايه من غيري. يا عم امشي. هي كلها تخبط. انا مش عايز اغدل لك الدنيا. اتكل على الله. انا بقالي يوم شغال فيها يا عم. والله العظيم متعب. والله متعب. ازاي ما انتوا شايفين. والله بصوا تعبني والله. ايه رايك؟ لا جميلة ما شاء الله. 3 ايام يا راجل يا مفتري. 3 ايام مفتري. كل ده عشان كنا حابين بس نعمل عظمة بسيطة. دي بسيطة؟ لا بص بقول لك انا بحب التقديم. ماشي قول لي رأيك. هي تخلص انت بس. نعم. ما خلصتش؟ ما تهزرش بقى يا عم بقى. ايه ده؟ ايه ده؟ انت قصدك كده خلصت؟ اه ما انت عايز ايه تاني؟ لا 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 معلش استنى بقى كده. معلش هدي كده. لا بس عايز كده اكبر. نزلها لك. نزل ايه يا عم؟ ما تهزرش بقى بالله عليك. بالله عليك انا هتهزر لك كام تعب. والله بص والله العظيم بص عامل ازاي. ما قادر بهزر معاك. طب ما تقول كده ما تقعدش تعور. انا مش فياش عيب. بهزر معاك صدقني. امس مش عاجباني. انزل خلاص بقى بالله عليك. ايه رايك بامانه؟ لا بامانه الله ينور. بجد والله بجد فرحتني. انت مفكر ان كده فينش؟ ده مفكره كده فينش. ده لسه في شغل كتير قوي. ادي عايز تتفرج على الفينش؟ هموت في التفاصيل. تعالوا نتفرج على الفينش عامل ازاي. يلا بصوا بقى. قلت له استنى الفينش وهو الفينش. هو ده الفينش؟ هو ده يا عم الفينش. هو ده الفينش يا عم. لا بجد الله ينور عليك.
بجد والله. تطلبت حاجة مختلفة ما اتشافتش في حتة قبل كده، إيه رأيك؟ جامدة. شفتها في حتة قبل كده؟ بس حاجة بسيطة. يا عم اقعد، أنت عايز يبوظه بقاله كتير، يا عم أنت عايز يبوظه ليه؟ مش حاجة عجبتك؟ حاسس إن هي لو اديناه بخط كده بخط كده. طب ما عادي خد بوظها، يا عندي ولا عندك؟ دي في شقتك والله ما أعمل فيها حاجة تاني. خلاص أنا هاخد منه دي هدية. هو يا عم أنت عايز دي بكام؟ أنت طلبت حاجة مختلفة خالص شفتها عند حد قبل كده؟ لا بجد ما شاء الله. بس حقيقي. بص تحس أنتوا ماسكين القمر. أهو. بدل ما يبقى عندك قمر في البيت بقى عندك كام؟ ايه؟ لا هو قمر واحد هو ده برضه. انت كده مفيش حاجه كده هنخش معركه كده هنخش معركه والحوار هيبوظ. لا يا عم كده يبقى عندك قمرين في البيت. ايس بجد بجد جامده. انا ما توقعتش انها تطلع كده، توقعت انها تطلع اقل من كده شويه. انت عارف انها تيجي من قبل كده كده كده. قال لي عايز حاجه جديده مختلفه، اديته الجديد المختلف. عمرك شفتها في حته قبل كده؟ كل اللي بيتفرج عليه شفتها في حته قبل كده؟ كل اللي اعرفه انتوا ايه صح. اهم حاجه لو عجبتكم الرسمه ما تنسوش ان انتوا تشتركوا في القناه وتشغلوا الجرس. عايزين نوصل الفيديو ده والتجربه دي ل 100,000 لايك. يا عم بلاش بلاش ايه تكبرها. خلاص يعني انت شايف ان حد يسمعك ل 100,000 لايك؟ خلاص 105,000 لايك. 105؟ طب تتحداني؟ هتحداك. يعني اشوف جيش رامي دلوقتي برجس؟ جيش الدباحين. متاكد يعني؟ بس اخد دي خد امسك والله ما عايز. لو وصلت هجيب له واحده ثانيه. لو وصلت زي ما هو بيقول 100,000 هجيب له واحده ثانيه هديه. يلا السلام عليكم. سلام.